فاز، نعود إلى صور أخرى جميلة يصنعها فريقنا الوطني والأنصار أو أنصار المنتخب، حيث يعسكر الخضر بمنطقة لوكاستيلي جنوب فرنسا في طرابلس تحضيري يدوم لغاية 7 يناير تحسبا للدورة 27 لكأس أمم أفريقيا في كرة القدم، إذ يباشر الخضر الموعد القاري يوم 11 بمواجهة مالاوي بلواندا الأنغولية. مفاد التلفزيون إلى فرنسا، سامي نور الدين. استقبال حار حظي به المنتخب الجزائري عند وصوله إلى مطار مارسيليا تحسبا لتربص التحضير لكأس أمم إفريقيا. جمهور حماسي استقبل أبطال الجزائر وعلى رأسهم رابح سعدان الذي تبادل التحية مع الجالية والتي كانت حماسية جدا. شيء رائع ممتاز، خاصة وتشر خاصة باش واحد يفكر في يعني المستقبل تاع الجزائر. هذا الناس كلهم موحدين وراء المنتخب الوطني، وشي جميل وان شاء الله خير المستقبل. المنتخب الوطني التحق بفندق لو جران بري بلو كاستولي الذي يبعد ب 65 كيلومتر عن مارسيليا في نفس الظهيرة. بداية التدريبات كانت في اليوم الأول ليكون الاستئناف في اليوم الثاني بحضور أغلبية اللاعبين الذين وصلوا تباعا إلى غاية ساعة متأخرة من الليل. أجواء كبيرة صنعها اللاعبون في ميدان التدريب المحاذي للفندق وأبدوا ارتياحا كبيرا لظروف العمل. انتظرنا يعني مقابلات يعني مهمين يعني اللي لازم كما نقولوا نكملوا في هذا الاجواء يعني الممتازه يعني اللي فوتناها من قبل، ونظن ماشي حاجه غريبه درك يعني المنتخب الوطني راهو يعني عائله ورانا والفنا بهذه الاجواء، ونظن يعني حاجه ما تغيرت. نظن يعني رايحين نكملوا المسار تاعنا يعني هذا اللي قدامنا في انغولا ان شاء الله. المدرب رابح سعدان الذي أكد على أن المرحلة الأولى من التحضير هي للاسترجاع وحسب، بدا لنا على دراية تامة بأهداف هذا التربص. فترة طويلة مرت يعني تقريبا 6 أشهر في منافسات وتحضير الفترة الأولى تاع الموسم. درك على طول احنا نسترجعوا شوية الجسم تاع اللاعب باش يكون متحضر للمرحلة الثانية. ثالثا تقييم طبي. يبقى أن نشير أن بلحاج بقرة ويبدأ سيلتحقون بالمجموعة بداية من مساء الفاتح من جانفي القادم، على أن تبدأ المرحلة الثانية من هذا التربص في الثاني من نفس الشهر. وبتربص منتخبنا الوطني نختم النشر الرئيسي لهذا الاثنين بالتذكير بعناوينها.